ونحن نتكلم عن القبر الرجل الصالح، إذا بأحد من أثق به من الناس يخبرني عن قصة حدثت في نفس المنطقة، وهذه رسالة للنساء خاصة، رسالة للنساء. قال لي: هناك امرأة كانت صالحة، منذ زواجها ومن أول أيام زواجها مع زوجها، وكانت امرأة صالحة منذ شبابها، تعودت أن تطلب الصفحة والعفو من زوجها في كل ليلة، كل ليلة. تصور، عاشت معه 20 سنة ولا كم سنة، كل ليلة قبل أن تنام تطلب من زوجها يسامحها: زوجي العزيز سامحني إن كنت قصرت فيك في خدمتك. سبحان الله. فالزوج في بداية بدايات الزواج قال: ليش طلبي هذا يعني الطلب؟ طيب أنا مسامحنك. مع مرور الأيام تعود على ذلك. بالله عليك، لو جاءتك زوجتك وطلبت منك مثل هذا الطلب، قالت: زوجي العزيز سامحني، أبوه هتبدأ تفكر مو مسوي هذه، وأشياء كثيرة قد تخطر على بالك، ليش تطلب الصفح والمسامحة على إيش؟ لكن هذه المرأة لم تكن قد فعلت شيء، ولكن عندها ما زالت إحساس بأنها مقصرة في خدمة الزوج. تقوم الليل، تقرأ القرآن، ربت أبناءها على طاعة الله سبحانه وتعالى، رغم أن الزوج ثري، لكنها لم تغتر أبدا بمظاهر الثراء والمال والخير الذي عندهم أبدا. توفاها الله سبحانه وتعالى، وفي تلك البلاد يسمح للإنسان أن يدفن ميته حتى في بيته أو في المزرعة، عندك مكان تبغى تدفن ميتك عادي. فدفنت هذه المرأة في مكان من البيت، وبعد فترة توفى الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل زوجها. فأيضا بعد فترة فكر الأبناء في بيع هذا البيت، وتذكروا بأن هناك أمانة موجودة في أرضية هذا البيت، وهي إيش؟ جثة أمهم. فقالوا، وهذا بعد مرور 20 سنة من وفاة الأم، عندما ذهبوا ونبشوا القبر حتى ينقلوا الرفات، وكان في تصورهم أن يجدوا المرأة عبارة عن إيش؟ عظام رمت، لكن إذا بهم يجدون أمهم كما دفنوها كما هي، بل وصوروا وثقوا ذلك بتصوير عن هذا الحدث العجيب الغريب الذي حصل لهذه المرأة الصالحة. اليوم النساء قد تتأفف، أو أن يعني ليش مكابرة. لذلك للأسف كما ذكرنا في أكثر من محفل، نسبة الطلاق كثيرة، لأن كل واحد يكابر، لا يريد الواحد ينزل منزلة يعني حتى يرضي الآخر، لا، سواء كان من الزوج أو الزوجة. الصبر مفقود، وكيف تكون هناك البركة وقد بدأ الزواج ربما بقرض ربوي، رحلة بقرض ربوي، بيت بقرض ربوي، وهكذا. هي هكذا الحياة عند كثير من الناس، فنزعت البركة، كثرت المشاكل، فإذا بالنتائج هكذا تكون. هذه المرأة وثق هذا الحدث بتصوير لفيديو، تصوير مرئي، أن هذه المرأة كما دفنت، كما دفنوها وجدوها، فنقلوها إلى مقبرة أخرى لتبقى وترقد في ذلك المكان بسلام إلى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. عندما نسمع مثل هذه القصص كلنا يطمع، وكلنا يتمنى أن نكون أمثال هؤلاء.